الأسئلة كتيرة بتخص الوضع في مصر. خلوني أرحب بضيفي على سكايب الدكتور مراد علي، خبير الإدارة الاستراتيجية. دكتور مراد، أهلا بك معنا في إيه الحكاية؟ أهلا بك يا أستاذة دعاء، وأهلا بمشاهديك الكرام. والله يا دكتور أهلا بحضرتك طبعا في البداية، والحقيقة عايزة أخد من الإدارة الاستراتيجية، ولو أنا يعني ممكن أكون فاهمة التخصص شوية أو يعني بحاول أفهمه مع حضرتك، فكرة الإدارة الاستراتيجية يعني ما فيش حاجة حمل المفاجآت يا دكتور لو أنا فاهمة صح، والمفروض يكون في خطط، ويكون في خطط استراتيجية مدروسة ومعد لها عشان ما يبقاش كل شوية بنصحى على مفاجأة. هل أنا فاهمة ده صحيح في الإدارة الاستراتيجية؟ طبعا لا، هي مش بكده بس. طبعا لا يعني الاستراتيجية جزء منها بتحدد جزء منها. طبعا هي الاستراتيجية في الأساس بتحدد الاتجاه، بتحدد البوصلة، بتحدد الخطوط العريضة على المدى الطويل. والحاجة الثانية إن جزء من الاستراتيجية ما نطلق عليه خطة إدارة المخاطر، إن أنا بطور وبتخيل إيه المخاطر اللي أنا ممكن أتعرض ليها، وبالتالي بعد ليها خطط للاستعداد وللتجهيز، بحيث أقلل عامل المفاجأة، مش بلغي بس بكون حاطط سيناريوهات بديلة. وات إف، ماذا لو؟ ماذا لو حصل عندي مثلا حرب؟ ماذا لو حصل عندي كارثة؟ ماذا لو حدث عندي مثلا انخفاض في سعر العملة؟ ماذا لو حدث؟ وهكذا. احنا مصر عندها الإدارة دي يا دكتور ولا مش موجودة ولا ايه بالظبط؟ يعني لأن لو والله موجودة مصر أستاذة دعاء فيها خبراء وفيها فنيين على أعلى مستوى، سواء أكاديميين أو تكنوقراط أو تنفيذيين. يعني مصر دولة عريقة، احنا عندنا يعني جامعات قديمة وعندنا كوادر عالية سواء داخل مصر أو خارج مصر. كمصر كدولة، كوطن، كبلد، لا طبعا عندنا كفاءات عالية جدا في هذا المجال. بس على أرض الواقع في بقى فرق يعتبر بقى ده في فرق إن ده مش في متطبق. فرق بقى في فرق بقى بين إن متخذ القرار بيستفيد من هؤلاء الفنيين وهؤلاء الأكاديميين وهؤلاء التكنوقراط، ولا لأ بيطبق الكلام ده، ولا هو شايف ان دراسات الجدوى دي ملهاش لازمه، لو كنا مشينا ورا دراسات الجدوى ما كناش عملنا حاجه. يعني هنا ده الفرق. كان لسه زميل للاسف الشديد، يعني مضطر استرجع ده، كان على صفحته جايب مقطع للرئيس جمال عبد الناصر، وبيحزق فيه الرئيس جمال عبد الناصر بالاقتصاديين، وقال لهم كلام مشابه باللي يتقال، قال لو كنت مشيت ورا الاقتصاديين ما كناش عملنا حاجه. قعدوا يخوفوني ويقولوا لي راس المال الاجنبي، فقلت طب خليني اعرف الاقتصاد. يعني هو تولى رئاسه البلد وقرر السياسات دون ان يقرا في الاقتصاد، وما عجبوش كلام الفنيين، فقال شويه اقرا بقى، هو يمسك كده الكتب ويعلم نفسه بنفسه الاقتصاد. تخيلي حضرتك المهزله كيف تدار مصر من خلال بعض الـ الناس اللي بيفكروا بطريقه بسيطه جدا لا تليق بالمستوى. وبالتالي حسب كلام الرئيس عبد الناصر في كلامه، قال هسيبني بقى من كلام الفنيين دول، وانا شايف الاتجاه همشي في هذا الاتجاه. انا شفت الفيديو ده وكانت فعلا النتيجه صحيح. زي ما احنا شفنا. طب احنا يعني فدي المشاكل. احنا النتيجه اللي كانت في ايام عبد الناصر يمكن بنعاني منها تقريبا، نفسي ماشيين على نفس المسار. والحقيقه انا عايزه استفيد من وجود حضرتك معانا، وخليني ابدا مثلا الحديث عن الازمه الاقتصاديه اللي موجوده في مصر في الوقت الحالي وكيفيه اداره الازمه، مع العلم زي ما حضرتك ذكرت ان المفروض ان في خبراء وبيضعوا المخاطر وبيضعوا الحلول امامها، لكن الحقيقه احنا كل يوم بنصحى على مفاجاه جديده. عندنا ازمه في الدولار، عندنا ازمه في الذهب، عندنا ازمه في السلع الغذائيه الاساسيه، وبدا العلاج يكون بطريقه واحده بس، قبضة أمنية، حملات اعتقال بتتم في الناس في الشوارع، اللي معاه دولار يتقبض عليه، اللي معاه ريال يتقبض عليه، اللي معاه كيس سكر يتقبض عليه، وكأننا في دولة بوليسية بجدارة، وأصبح الناس عندهم خوف حتى من فكرة حمل العملة. الناس، أنا بتكلم هنا على الناس العادية، الناس البسيطة، مش بتكلم على التجار، أكيد طبعا في تجار، ومش ضد يعني، مش عارف حضرتك تتفق ولا لأ معايا في الرأي ده، فكرة محاربة تجار السوق السوداء، محاربة محتكري السلع. رأي حضرتك إيه في الطريقة اللي بتحاول الدولة حل الأزمة، وهل الطريقة دي نافعة ولا ضارة لو طبقت بشكل صحيح؟ أنا أظن أنها بغير صحيح، فأسمع رأي حضرتك. حضرتك سألتي كذا سؤال في بعض، فخليني أخد جزء واحدة جزء. اتفضل. جزء جزء. أولا، هل إحنا بنعاني من أزمة اقتصادية؟ الجملة
ممكن تكون تخفيف لما نواجهه. أستاذة دعاء، نحن لا نواجه أزمة اقتصادية، نحن نواجه كارثة نعيشها منذ سنوات. نحن ليس أزمة اقتصادية لأن عندي في مشكلة ما طارئة بتهدد الوجود بتاعي، إنما الحقيقة إحنا عندنا أقرب إلى أزمة مزمنة وأشبه اللي حضرتك بتتكلمي عليه، بقى أزمة الدولار ولا السكر ولا مش عارف كل ولا التضخم ولا الغلاء، كل دي عبارة عن أعراض للمرض. المرض الحقيقي أننا ليس لدينا اقتصاد. دكتورة علياء المهدي كانت لسه في حوار مع أستاذ مصطفى بكري في قناة صدى البلد، قناة حكومية، وبصريح العبارة قالت له احنا مش مشكلتنا في الأعراض، احنا مشكلتنا في المرض. ليس لدينا اقتصاد منتج. أي حد دارس اقتصاد، مش محتاجة عميدة كلية سياسة واقتصاد السابقة عشان تقول لنا هذا طبعا مع احترامنا الشديد ليها، أي حد بسيط عارف إن مشكلة مصر إن الإدارة التي تدير مصر لم تتتح لها الفرصة ولا للمنتجين ولا للمستثمرين أن ينتجوا، وقطعت يديها على كل مصادر وموارد البلد. في ذات الوقت كل مصادر الإنتاج خنقتها، فبالتالي ما بقاش في إنتاج في البلد. تيجي تحتالك بقى الأعراض اللي هي موجودة. فأنا لما بنقول أزمة اقتصادية، أنا شايف إن ده تخفيف للمشكلة. إحنا عندنا كارثة أكبر من ذلك، ولن تحل إلا بتغيير جذري في هيكلة الاقتصاد، إلا في تغيير العقلية اللي بتدير الاقتصاد، إلا في تغيير السياسات الأساسية في الدولة. ده أول جزء. طبعا من ضمن الحاجة، عارفة حضرتك عندك مريض عنده فشل كلوي وعنده هبوط في القلب وعنده نزيف في المخ، ومن ضمن الحاجات دي بتؤدي إلى إن مثلا درجة حرارته عالية. فاللي حضرتك بتعمليه جايبة كمادات وعمالة عشان تقللي درجة الحرارة، عمالة تديله في بنادول مخفض للحرارة. ده كل اللي أنت بتعمليه. النهاردة لما هو بيعمل قبضة أمنية علشان يغلق يمنع الناس إن هي تتاجر في العملة. طيب النهارده هل انت بتوفر عملة بديلة؟ انا النهارده عايز استورد سكر، او عايز استورد بعد ما مصنع ابو قرغاص قفل. انا النهارده اسف. طيب على ما حضرتك تظبط الكاميرا احنا ماشي. انا اسف. لا ولا يهمك يا دكتور، اتفضل. احنا نقدر نسمع حضرتك، سامعين حضرتك، اتفضل. خلاص انا ظبطتها. طيب. انا النهارده عايز استورد مواد انتاج، عايز استورد مواد خام، حضرتك مش متاحه لي الفرصه ديت، لا البنك بيوفر، ولو انا رحت جبت اتصرفت بطريق بتقبض عليا وانا بجيب الدولار دوت، ولو انا جبت وديته للبنك، البنك ما بيرضاش ياخده مني، طب هستورد انا ازاي؟ انت كده بتغلق انت المصنع اللي انا عايز اشغله، مش عارف اشغله من الاساس. دي حاجه. الحاجه الثانيه، النهارده صدر لسه قاري قبل ما ادخل مع حضرتك على الحلقه خبر ان اللجنه التشريعيه في مجلس النواب المحترم ايوه اصدرت او بتصدر مشروع قانون، طبعا هيخرج على طول، دي بتدي اوامر ان سنه على الاقل سجن و3 مليون غرامه لمن يحتكر السلع الاستراتيجيه. طبعا الكلام كده شكله حلو، بس مين اللي هيقرر ده بالظبط؟ حضرتك اديت ضابط الجيش السلطه الضبطيه القضائيه. يعني انا النهارده لو انا رائد في الجيش ومش عاجبني جار ليا او عايز اخد منه مصلحه او حاجه، اروح اقبض عليه واقول ده عنده سلع وما بيتاجرش بيها. يعني ايه الضمانه؟ هل عندي نظام قضائي نزيه استطيع ان اضمن به تنفيذ مثل هذه القوانين، ولا الناس كلها عندها ترقب وتوجس وقلق وعدم اطمئنان للنظام القضائي وللنيابة العامة؟ وده للأسف الشديد، وهتكون النتيجة ان انا لو انا كنت بتاجر في السكر او بتاجر في الرز، فانا النهاردة معرض مش عارف اجيب عملة، ولو جبت عملة هتقبض عليا بيها، ولو اتصرفت وجبت العملة واستوردت ممكن يجي لي ضابط ولا امين شرطة ويقبض عليا. طب انا من ده كله بايه؟ ما انا هاخد فلوسي ديت واطلعها بره، وده اللي بيحصل دلوقتي. فهذه التصرفات غير المسؤوله هتؤدي الى ازمات اكبر، واحنا داخلين على رمضان. العقليه اللي قررت
ان هي تقبض على الناس او متوهمه ان هي هتقبض على الناس عشان بتتاجر في العمله اللي معاه 200 دولار رايح يغيرهم اخوه بعتهم له من السعوديه ولا حاجه. والعقليه اللي قررت ان هي تصدر قانون يقبض على الناس بحجه ان هم بيحتكروا السلع الاستراتيجيه دي عقليه امنيه ما بتوجدش بديل وما بتوجدش حلول لهذه الازمات اللي موجوده. طب تاثير ده على الازمه اللي احنا فيها، يعني تاثير الاوضاع دي النهارده، خروج التجار، خروج المستوردين، خروج رؤوس المال من الموقف بسبب القبضه الامنيه اللي موجوده، ده تاثيره ايه على الوضع الكلي للاقتصاد اللي انا فيه؟ مش بس الغيابة بالضبط القبضة الأمنية، هو في عوامل كثيرة بتخلي الناس تهرب. النهاردة الشركة الإماراتية اللي هي بتاعت المحطات البترول سحبت العرض بتاعها اللي كانت ناوية تشتري بيه وطنية. إحنا كناس بتوع استثمار وبتوع بيزنس، إيه اللي حصل؟ أنا شخصيا لما اتعرضت شركة وطنية استعجبت، هيعرضوها إزاي؟ إحنا عندنا لما بنيجي نعمل دراسة جدوى أستاذة دعاء وعايزين مثلا نشتري شركة كبيرة ولا حاجة، بنعمل حاجه اسمها ديو ديليجنس اللي هو الفحص النافي للجهاله. خلاص بقول لك انا عايز اشتري، بمضي معاك مذكره تفاهم، باجي ابدا اطلع على كل دفاترك، اشوف بقى انت صرفت ايه، حققت مكاسب قد ايه، دفعت ضرائب، مين بياخد مكافئات، كل الكلام ده. طب شركه زي وطنيه هل هتفصح عن كل المرتبات والمكافئات اللي اعطتها للواءات وللناس ولغيره؟ هل هتقول ان هي دفعت ضرائب ولا ما دفعتش ضرائب؟ هل طبعا شركه ادينوك الاماراتيه لما طلبت الداتا دي ما توفرتش ليها. طب انا هشتري حاجه وادفع فيها مليارات وانا مش عارف الحقيقه بتاعتها ايه، فسحبت العرض بتاعها. يعني هي المشكله في ادينوك كانت غياب الشفافيه ولا الاختلاف على تحديد القيمه؟ لان في برضو اخبار ان في تحديد القيمه ده اللي عامل مشاكل، وخرج احد المسؤولين في المملكه العربيه السعوديه وقال ان كل الطروحات اللي بتقوم مصر بعرضها بتتوقف بسبب المبالغه في التسعير، وطبعا واتكلم على غياب الشفافيه. ده عامل اخر بس مش في القصه دي. وطنيه كانت الشفافيه عامل اخر ليه؟ علشان انا النهارده بحدد سعر الدولار على كام. حضرتك بتيجي تقولي لي الشركه دي تمنها عندي 30 مليار جنيه، اقول لك حاضر، يعني كام؟ تقولي لي يعني مليار دولار، اقول لك لا، 30 مليار جنيه دي يعني 500 مليون دولار او اقل. طب احنا على اي اساس هندفع؟ ده عامل تاني غياب الشفافيه. عامل تالت غياب اللي هي حكم القانون، ان انا مش ضامن ان انا لما اجي أدخل هذا السوق أن القضاء سيحميني وأن الشرطة ستحميني. بالعكس، قد يساعد القضاء وقد يساعد منفذي القانون من شرطة أو جيش أو غيره على إهدار الحقوق. فأنا إيه اللي يخليني أنا أخش في مثل هذه الأسواق؟ زودي بقى على ده حاجة أخيرة، وهي اللي حصلت خلال الثلاث أربع شهور اللي فاتوا، وهو تآكل القدرة الشرائية للمجتمع المصري. المصريين النهاردة يا أستاذة دعاء بقى يصرفوا كل فلوسهم على الأكل والشرب. ده كلنا عمالين نتفرج على الفيديوهات، المصريين مش عارفين يجيبوا دجاج ولا لحوم. طب أنا النهاردة الناس دي هتعرف تشتري بقى منتجات أخرى أنا عايز أجي أعمل فيها استثمار؟ لما كان الميزة الأساسية للسوق المصري، لما كنا بنيجي نقيم السوق المصري، الميزة الأساسية فيه إن هو حجمه كبير وفيه قدرة شرائية كبيرة. هذه القدرة الشرائية تآكلت خلال العام الماضي نتيجة لغلاء الاسعار، والناس كلها بقت تصرف فلوسها على الاكل والشرب وخلاص. فبالتالي ما عندهمش فائض يصرفوا فيه على اي حاجه اخرى، لا ملابس، لا رفاهيه، لا شراء مثلا اثاث، لا تجديد شراء عقارات، ولا اي حاجه من الحاجات دي. فده عامل اخر بيضغط على المستثمر يخليه ان هو ينسحب من الاسواق المصريه. طب دكتور مراد، لو سالت حضرتك على توقعاتك لمسار الازمه الاقتصاديه تقول ايه؟ هل فعلا قريبا سنخرج من الازمه؟ يا ريت ما تسالينيش السؤال ده، عشان انا ما بحبش اكون بانقل اخبار سيئه. طيب يعني بلاش القاء، خلاص طالما سالتيه خليني يعني انا ممكن ابسطهولك. لا اخففي، يا ريت
عشان بس ما ازعلش المشاهدين، الحديث عن انفراجة اقتصادية قريبة، الحديث عن قرض من صندوق النقد الدولي، الحديث عن استثمارات، الحديث عن بيع أراضي غير مستغلة في مصر، وأن هناك حزمة من الدولارات اللي هتدخل البلد واللي هتساهم في حل أزمة اقتصادية، الأزمة الاقتصادية اللي مصر بتعاني منها. الكلام ده تقييمك ليه؟ احنا بقالنا قد ايه بنسمع الكلام ده؟ فاكره من 3 4 اسابيع كده طلعوا اشاعة 22 مليار دولار جايين الاسبوع اللي جاي وخلاص اتمضوا في راس الحكمه، الف مبروك يا شباب، ويطلعوا ينشروا غالبا جهات سياديه تنشر على الواتساب مجموعات بقى تقعد تنشر حوار بين صحفي وبين رجل اعمال، وده يقول له خلاص وانا كنت قاعد مع الراجل الثاني في الدوله ومضى العقد وال 22 مليار جايين، فين اللي حصل ده؟ مفيش حاجة. صندوق النقد الدولي كان موجود عندنا في مصر من أكتر من أسبوعين وقالوا وقتها إن خلاص تم الاتفاق تمام، وبعدين وتوقعنا بقى إن الدولارات وهم ماشيين هيقوموا سايبينها شنطة كده فيها 3 4 مليار دولار ولا حاجة. طبعا الكلام ده ما بيحصلش أكيد، ولا هيحصل ولا هيحصل، وهنا ولا هيحصل. احنا لابد إن احنا، أنا آسف إن أنا أقول ده، لابد أن نستوعب أن هناك ربط بين الملف السياسي والملف الاقتصادي. المجتمع الدولي اللي بيسيطر عليه الصهيونية العالمية واللي بتقوده الولايات المتحدة بيستخدم الأزمة الاقتصادية في مصر علشان يعصر متخذ القرار، علشان يحصل منه على تنازلات بعض متخذ القرارات اوريدي موافقين عليها وبعضهم معترض عليها، فهو بيعمل بيزود الضغط زي ما بقول لهم كده، تملي هو حاطط الجزره قدام عينيه، القروض القروض القروض. مع الوضع في الاعتبار احنا الازمه اعمق مما نتخيل. عشان اديكي مثال، الاسبوع اللي فات كان عندنا في الجمارك المصريه بضائع تنتظر الافراج عنها ب 7 مليار دولار. البضائع دي ما بيفرجش عنها ليه؟ علشان خاطر البنوك ما بتطلعش الاعتمادات، فبالتالي ما يقدرش هو يخرجها من الجمارك. انا ما حولتش الفلوس للمصدر ليا من بره، للمورد ليا من بره، فبالتالي مش عارف اطلعها. فعندك 7 مليار دولار انت محتاجاهم النهارده علشان البضائع اللي منها بضائع غذائيه وغيره قد تفسد، ومنها حاجات انت محتاجاها رمضان، ومنها مستلزمات انتاج. ادي 7 مليار دولار. جولدمان ساكس طلعت تقرير في منتهى السوق، احنا السنه دي على عكس المتوقع متوسط تصدير مصر او انتاج مصر من الغاز، تصدير مصر من الغاز كان 600 مليون دولار في الشهر، وكنا ده سنه 2022 كنا متوقعين ان هو يرتفع الى مليار دولار. وزير الماليه بعد بكده، عارف حضرتك احنا طلعنا كام؟ 220 مليون دولار في الشهر، يعني 22% فقط من المستهدف. تفتكري احد اسبابه ايه يا استاذه دعاء؟ احد اسبابه، احنا طلعنا 22% بس من المستهدف، احد اسبابه حسب جولدمان ساكس ان الشركات الاجنبيه المستكشفه اللي من ضمنها ايني الايطالي وغيره، الشركات دي ليها عند الحكومه المصريه 8 مليار دولار مستحقات متاخره. المفترض حضرتك بتشتري منهم الغاز وليهم هم نصيب فيه، ليهم لغايه دلوقتي 8 مليار دولار. عملوا ايه؟ قالوا خلاص ما عملش، مش هنوسع ولا هنعمل استكشافات، انتوا عليكم ديون كده كتير يا جماعه هنوقف. فادي حاجه. الحاجه الثانيه ان حقل ظهر اللي هو اكبر حقل للغاز اللي كانوا عملوا عليه فرح وكان حاجه كويسه طبعا خير للبلد، هذا الحقل هذا العام انتاجه قل 12%. طب يا جماعه قل 12% ليه؟ ده المفترض يزيد مش يقل. طلع ان متخذ القرار كان يستعجل على انتاج حقل ظهر، فاكره لما كل حاجه يقول لك لا ما تعملش في سنتين اعملها في سنه؟ ايوه. وكانت النتيجه عيوب فنيه ظهرت في الحقل وحصل تسرب مياه، فالحقل ما بقاش قادر ان هو ينتج ويطلع الحاجه اللي هم طالبينها وتعطل في اوقات كثيره. شوفي حضرتك ادي متخذ القرار بتاعنا بياخد قرارات كارثيه بتؤثر على المستقبل ازاي؟ فانت بدل ما تصدري بمليار دولار في الشهر غاز، بقيتي بتصدري ب 220 مليون دولار، 22% فقط من المستهدف. عليكي 8 مليار دولار متاخرات لشركات البترول ديون مفترض تدفعيها.
ما دفعتهاش هما موقفين شغل. عليكي 7 مليار دولار بضائع موجوده، ده غير لسه الحاجات اللي انت عايزه تستورديها. صحيح. ما انا النهارده انا عايز افتح، عايز اجيب بضاعه ثانيه عشان عمال البضاعه تتشحن وتجيلي مثلا هتاخد شهرين ثلاثه، اللي هيجي من الصين، اللي هيجي من الهند، اللي هيجي من البرازيل، فمحتاج افتح اعتمادات ثانيه. ده البضاعه اللي موجوده عندي لسه ما خرجتش. 7 مليار دولار دلوقتي لسه ما خرجتش. طب فين المجتمع الدولي يا دكتور من الازمه اللي مصر فيها في الوقت الحالي؟ يعني قبل كده ما كانش الحقيقه لا دول الخليج ولا بعض مثلا ولا الولايات المتحده الامريكيه كانت بتسيب مصر تغرق في ازمتها للدرجه دي. ليه في غياب للمجتمع الدولي وكان في رغبه ان مصر تصل الى هذه الدرجه من ازمتها؟ السؤال يحمل الإجابة، هو في رغبة أن مصر تصل إلى هذه الدرجة من الأزمة حتى يكون هناك تنازلات في ملف غزة. مصر يراد لها أن تكون مكبلة اليدين، مكبلة بقيادات غير أكفاء يتخذوا قرارات كارثية، سواء بإهدار موارد مصر، سواء باقتراض ديون لا داعي لها، سواء أنهم يعملوا مشاريع فنكوشية، فده حاجة، أو أن هم ياخدوا قرارات استراتيجية خاطئة، وكذلك تكبل يديها عن طريق إغراقها في ديون ووضعها في أزمات اقتصادية. هذه الأزمات الاقتصادية المتسبب فيها الرئيسي هي هذه القيادات للأسف الشديد، وهي السياسات الخاطئة والسياسات الكارثية التي أديرت بها البلد خلال العشر سنوات الماضية. فإحنا عندنا أيوة المجتمع الدولي إنجاز التعبير اللي هو بمعنى أدق اللي احنا بنتكلم عليه، الإصابة الإمبريالية العالمية الصهيونية، المجتمع الغربي، المجتمع المساند لإسرائيل، عايز في الآخر أن مصر يتم الضغط عليها بحيث سواء بقى توافقت على ملف التهجير، ما تنصرش الناس في غزة، تكمل الحصار اللي مفروض على أهل غزة، تطلع تصريحات خايبة زي التصريحات اللي قالها وزير الخارجية المصري أول أمس سامح شكري، التصريحات المخجلة اللي قالها ضد المقاومة وغيره، بيكون ده هو ده الهدف الأساسي. فطالما انت في مثل عامي، انا اسف ان انا استخدم العاميه، بيقول لحضرتك ايه؟ اللي يحط في رقبته حبل 1000 مين يسحبه؟ اللي يحط في رقبته حبل 1000 مين يسحبه؟ احنا بقى ما حطيناش في رقبتنا حبل واحد، حبال. احنا حطينا في رقبتنا حبال، اولها الديون، ثانيها غياب الحريات والديمقراطيه، وان متخذ القرار محتاج ان ياخد الشرعيه بتاعته من المجتمع الدولي وليس من الشعب الذي انتخبه. ثالثها ان انت ما عندكيش علم، وزي ما بدانا الحوار، عندك علماء اكفاء، عندك تكنوقراط، عندك حد زي دكتورة علياء المهدي وغيرها كثر، ولكن الناس دي كلها مركونه، وجايبين اللواء فلان والجنرال علان والفريق ترتان هم اللي بيقودوا المشهد. يعني هو طبعا وضع صعب يا دكتور، وضع صعب جدا، وخصوصا ان اللي بيعاني منه هو المواطن المصري بدرجه كبيره، وللاسف الشريحه اللي بتعاني كل يوم عماله بتزيد يوم عن اليوم اللي قبله. طب خليني لو سالت حضرتك سؤال، وهو زي ما حضرتك ذكرت قلت ان كان مطلوب من مصر ادوار معينه، وان ما يحدث الان ربما يكون للضغط عليها اكثر فاكثر. ايه الدور اللي مطلوب من مصر واللي في مقابله بيتم الضغط عليها استراتيجيا بالشكل ده وماديا واقتصاديا بالطريقه دي؟ هل هو ملف التهجير؟ هل هو هذا كل ما هو مطلوب من مصر في قصه غزه، ملف التهجير؟ لان ملف التهجير ده فيه كلام كتير، فيه الكلام الرسمي ان لا خط احمر ولن يحدث ولن يكون، في الكلام اللي على ارض الواقع، المنطقه الجديده العازله اللي بيتم تجهيزها، في تصريحات لوزير الخارجيه، وحضرتك يمكن ذكرت بعضها لما ذكرت انها التصريحات المخزيه، لما قال لك لو اتفرض علينا الامر خلاص يعني هنتعامل. هل فقط ملف التهجير ممكن يكون هو سبب كل ما تتعرض له مصر في الوقت الحالي؟ التهجير جزء، ولكن الكل هو لا، الاساس طبعا انك تخضع تماما لاراده المجتمع الدولي الذي تقوده الصهيونيه. طب ما هو ده حدث بالفعل يا دكتور. ما هو عايز يكمل على هذه المسيره. حضرتك مستهونه انك انت بتكملي حصار على غزة وبتكوني عامل مساعد في الحصار على أهل غزة، والنهاردة بنشوف صور أطفال بيلتقطوا طعام من القمامة، متخيلة المشهد؟ إزاي مصر بثقلها
مقدرها تقبل ذلك. طبعا مصر كدوله لا يمكن تقبل ذلك، ولكن بعض متخذي القرار نتيجه للضغوط بقى اللي موجوده عليهم، نتيجه ان هم شايفين ان المقاومه خطر عليهم، نتيجه لاجندتهم السياسيه، لديهم الاستعداد ان يتعاونوا مع العدو الصهيوني وينفذوا اجندته لسبب او لاخر عن ان هم ينقذوا اطفال غزه. النهارده 30,000 شهيد استشهدوا. النهارده بقى عندك في 1,400,000 موجودين على حدودك في رفح. النهارده وزير الخارجيه اللي المفترض بيمثل مصر واللي بعض الحسابات بتطلق عليه اسد الخارجيه، في اسد يا جماعه، في اسد يطلع يقول والله لو اتفرض علينا الامر الواقع خلاص هنعمل ايه، هنتعامل معاه. مين ده اللي يفرض عليك الامر الواقع؟ انت تتحدث عن مصر يا معالي الوزير، انت مش عارف قيمه مصر، انت مش عارف قيمه مصر. مصر دي دوله كبرى، مصر هي اللي هزمت التتار، هي اللي طردت الصليبيين، هي التي تخاف منها القوى العظمى، هي الدولة التي لو أديرت بشكل صحيح لأصبحت عامل تغيير في العالم الإسلامي كله. في الآخر تيجي دولة لقيطة زي إسرائيل هي اللي تفرض أمر واقع على مصر، وهي اللي تجوع الناس وتقتلهم، ومصر تقول لك زي التصريح اللي قاله في الأول، أصل إسرائيل ضربت لنا المعبر 4 مرات ومش سامحين بدخول المساعدات. مين إسرائيل؟ مين إسرائيل عشان تمنعك من هذا؟ انت مش دريان انت بتتكلم عن مين. لكن فالواقع اللي موجود يا استاذه دعاء ان اسرائيل، وزير الدفاع قال، الاسرائيلي قال تصريح في منتهى الاهميه، قال لحضرتك ايه؟ ان استمرار المقاومه في غزه وعدم انهائها معناه ان احنا اسرائيل كدوله لن تستمر في هذه المنطقه. هو يراها معركه صفريه وجوديه بالنسبه له، فبالتالي محتاج يحشد الجهود واهمها جهود النظام المصري كي تساعده في القضاء على المقاومه المصريه. لو حضرتك تتذكري في اول اسبوع بعد 7 اكتوبر كان في مؤتمر صحفي حضره رئيس الدوله، ورئيس الدوله للاسف الشديد قال لهم والله لو عايزين تحجروهم حجروهم عندكم صحراء النقب لغايه ما تقضوا هناك على المقاومه وبعد كده برجعوهم تاني. ده كلام، يعني حضرتك ما عندكش مانع ان يتم القضاء على المقاومه ومشكلتك بس بلاش تجيبهم لنا ودوهم صحراء النقب. ده كلام، ده انت بتدي ضوء اخضر ليهم، زي ما وزير الخارجيه اول امس يقول حماس هي اللي خارجه عن الاجماع الوطني اللي انت بتقوله دوت. اي اجماع وطني؟ ومن انت هل انت تمثل الفلسطينيين وتتحدث باسمهم عشان تقول ان حماس داخل الاجماع الوطني ولا خارج الاجماع الوطني؟ وللاسف الشديد خرج بعدها رئيس وزراء السلطه الفلسطينيه وقال كانه بيكذب وزير الخارجيه المصري، وقال حماس جزء من النسيج الوطني والنسيج السياسي. يعني بيقول ما تسمعوش كلام وزير خارجيه مصر. ايه يا جماعه بتهينوا مصر كده ليه؟ بتهينوا مصر كده ليه؟ حرام عليكم والله. طب نيجي بقى لسؤال حضرتك تاني. فالمطلوب من مصر ليس فقط قبول التهجير ولكن المساعدة في القضاء على المقاومة، المساعدة في القضاء على المقاومة بتجويع أهل غزة، بالحصار، بإغراق الأنفاق، بعدم السماح بأي متنفس، لا يدخل أكل ولا شرب ولا وقود ولا سلاح ولا غيره. المفترض أن يحصل العكس. لو انا بفكر يا استاذه دعاء لمصر، مصلحه مصر ايه؟ مصلحه مصر لما يكون عندي عدو على حدودي توسعي معظم سكانه مؤمنين ان بلدهم من النيل الى الفرات، يبقى مصلحتي ان هذا العدو يظل تحت ضغط المقاومه. خلي بالك امريكا ساعدت الافغان مع انهم مختلفين معاها ايديولوجيا في مقاومه الاتحاد السوفيتي اللي على بعد مئات الالاف عشرات الالاف من الاميال عنها. وكذلك السوفييت ساعدوا الفيتناميين ضد امريكا. فده المنطق. انت المنطقي ان مصر تكون هي التي تسلح وتدرب وتمد وتساعد المقاومه عشان تكون عامل امان وحاجز بينها وبين العدو الصهيوني. مش ان انا اعمل العكس، اتحالف مع الصهاينه واشتري منهم غاز
واستقبلهم واشتم في واعمل حصار على اهل غزه واعمل حصار على المقاومه. ده يا سيدي انت لو بتكره لو المقاومه دول يعني كفره مش مسلمين ولا عرب لو اي هيعدوهم. ده لو كوريا الشماليه ده انا ساند كوريا الشماليه ضد اسرائيل. ده المنطق يقول كده بالظبط. ده المنطق يقول كده. طيب بالمنطق هسأل حضرتك سؤال أخير، أنا عارف أن أنا أطلت على حضرتك لكنه مرتبط بما تم إعلانه بالأمس وهو عودة الحوار الوطني مرة أخرى، وأن الأولوية كلها متجهة للمحور الاقتصادي، وأن هيكون في جلسات والجلسات هتكون معلنة من خلال خبراء واقتصاديين لإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية اللي بتعاني منها مصر وإيجاد حلول أخرى لتعزيز الصادرات والزراعة والصناعة كما كانت من قبل، وأن الجلسات هتكون معلنة، وإن المفروض يعني حتى الآن ما ذكروش أي خطوط حمراء هيتم تناولها في المحور الاقتصادي. هل حضرتك شايف أن الحوار وجلسات تذاع على الشاشات المختلفة وكأنها إحدى جلسات البرلمان ممكن تكون كفيلة لحل الأزمة الاقتصادية اللي بتعاني منها مصر؟ يا أستاذة دعاء، الأزمة الاقتصادية لا تعانيها مصر أو الكارثة أو الوضع الاقتصادي مش محتاج لا جلسات. اولا اتعمل حوار وطني قبل كده اهوت، وكان في ملف اقتصادي والناس طلعت فيه اوراق ما تنفذش منها حاجه. دي حاجه. الحاجه الثانيه الموضوع ابسط بكثير. اقول لحضرتك على حاجه ممكن حضرتك ما تتخيليهاش. هضرب لك مثلا. مصر في اكتوبر سنه 22 وقعت على اتفاق مع صندوق النقد الدولي لو انت تفتكري، وكان في بنود بغض النظر عن نتفق او نختلف عليها، وكان من ضمنها البنك المركزي طلع قرار قال ان هو خلاص اتفق ان هيبقى في سعر مرن كامل للجنيه المصري. ده حصل؟ ما حصلش. لا. يعني اي حاجه بغض النظر عن هتفق عليها ولا ما تتفقش عليها، اي حاجه بيعلنوها او يتفقوا عليها او روشتات بتتعرض عليهم في الاخر في واحد فوق مين هو بقى؟ او اتنين تلاتة مش فاهمين في الاقتصاد بياخدوا القرار زي ما هم عايزين، وبياخد القرار ده يودي البلد في داهية، وبالتالي بتقوم انت داخله في الحيط. هو لا فاهم اقتصاد زي الرئيس جمال عبد الناصر لما قال لك قالوا لي والفنيين، قلت سيبك منهم انا قعدت كده كل ليله اقرا لي اربع خمس ساعات في الاقتصاد وقلت اعمل الكلام الفلاني. هي يعني الناس اللي اخذت الدكتوراه ودرست وعملت وجربت وشافت وبقى لها 30 40 سنه شغاله في المجال، جيت حضرتك فتحت كتاب كيف تدير الاقتصاد وخلاص كده ادرت الاقتصاد. حضرتك لواء جيش رائع في المدفعيه، ممتاز في الطيران، سوبر مان في الدفاع الجوي. ايه علاقتك انت بالاقتصاد؟ ليه اسمع كلامك انت في الاقتصاد؟ ليه انت اللي تقرر الاقتصاد؟ نيجي بقى لقضيه الحوار الوطني، القضايا الاقتصاد المصري واضحه جدا. اولا في ربط بين الملف السياسي والملف الاقتصادي. حضرتك اول حاجه اول خطوه عايزه تعمليها انك تسترجعي ثقه المواطن والمستثمر المحلي قبل المستثمر الاجنبي. ثم بعد ذلك المستثمر الاجنبي. طب هسترجع ثقته ازاي؟ ان يتولى الامر الاكفاء، ان يكون في دولة قانون، أن يكون هناك تداول للسلطة، أن يكون هناك حرية ومشاركة في اتخاذ القرار، أن يكون هناك شفافية. أنا النهاردة الناس كلها أصحابنا بيترجونا أن احنا نشوف لهم عقارات بره مصر، أن احنا نشوف لهم استثمارات بره مصر. كل واحد عنده 50,000 دولار عايز يطلعهم بره مصر. تخيلي فقدان الثقة، أن هو خايف حتى يحطهم في بنك في مصر، خايف دلوقتي بقى يحطهم في بيته يجي واحد ظابط يقبض عليه ويقوم واخد ال 50,000 دولار. طب انت كده بتفقد ثقه كل الناس. فاول حاجه عشان كده بقول لك في ربط بين الملف السياسي والملف الاقتصادي. فاول حاجه تسترجع ثقه المجتمع المحلي والمستثمر المحلي. لما نجيب ساويرس بيخرج يستثمر في السعوديه ويستثمر في العراق، وناصف ساويرس بينقل البيزنس بتاعه في السعوديه برضه، لا وفي الامارات، انا المكتب الاساسي في الامارات، واولاد فريد خميس او بنات فريد خميس راحوا نقلوا البيزنس بتاعهم في لندن. طب انت النهارده هتجيب لي بقى مستثمر اجنبي يستثمر وهما شايفين المستثمر المحلي بيطفش من البلد؟ صحيح. فده
يبقى ده اول حاجه استرجع الثقه بمجموعه اجراءات، بدون هذه الاجراءات لن يكون هناك اي حل. دي حاجه. الحاجه الثانيه عندك بقى اجراءات اقتصاديه واضحه، اولها احنا النهارده في رقم مرعب. عارفه حضرتك القطاع الخاص بياخد كام في الميه من الائتمان من البنوك؟ يعني البنوك لو بنك مصر لو افترضنا بيدي في الشهر 100 مليون جنيه قروض، عارفه القطاع الحكومي بياخد كام والقطاع الخاص بياخد كام؟ لا ما اعرف. زمان زمان كان القطاع الحكومي القطاع الخاص بياخد 65% لغايه سنه 2011 لما بدا المجلس العسكري يمسك، وكان القطاع الحكومي بياخد 35%، و35% دي نسبه كبيره اللي هي بقى سندات الحكومه والكلام ده. النهارده 79 ل 80% بياخدها القطاع الحكومي اللي هي غير منتج، 21% فقط من الائتمان دي ارقام البنك المركزي اللي بياخدها القطاع الخاص. طب النهارده الناس هتشتغل ازاي؟ اذا كنت انت بتسف الفلوس كلها وتاخدها علشان تعمل بيها كباري وتعمل بيها حاجات وتخليها تحت سيطره الهيئه الهندسيه او تحت سيطره شركات وطنيه وحاجات زي كده اهوت. فالقطاع الخاص اتخنق، مع العلم ان القطاع الخاص هو اللي بيولد فرص العمل وهو اللي بي 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 المفترض هو يكون الدينامو لتحريك الاقتصاد. فده مثال. فانت من اهم القرارات، وده على فكره بالمناسبه شرط من شروط صندوق النقد الدولي مع اختلافنا معاه في شروطه الاخرى، ان لابد من تخارج المؤسسات الحكوميه وبين قوسين الجيش من الاقتصاد. من الاقتصاد. طب انت مش هتخرجه، هتعمل حوار وطني، هتعمل ايه في الحوار الوطني؟ ما هقول لك الكلام ده. انت عايز تقعد الناس تاني وتعيد الكلام، عارفه حضرتك؟ علشان نستهلك وقت بس، يبقى شويه وقت وشويه كلام وان شاء الله وهنعمل حوار وطني. والله يا دكتور يعني اتمنى في حوارنا وفي لقائنا الجاي يكون في اي جديد، يعني ربنا يخيب ظنوننا والله ويكون في اي مستجدات قريبه ومصر تستطيع الخروج من الازمه، لكن زي ما حضرتك ذكرت الموضوع متجاوز للازمه. دكتور مراد علي خبير الاداره الاستراتيجيه، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على مداخلتك معنا، بشكرك يا دكتور.